السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعتذر عن التأخير يا جماعة. هل الصوت واضح للناس كلها؟ اخبار الدنيا ايه؟ اخبار الهيدروليك كالكوليشن لحد ما وقفنا المرة اللي فاتت، هل في مشكلة عند الناس ولا الدنيا ماشية؟ حد لسه عنده شوية تساؤلات ولا حاجة؟ على بال برضو ما الناس تجهز نفسها، اللي عنده سؤال يكتبه او كده. هنعمل كام سؤال كده في السريع عشان نعمل مراجعة سريعة على المحاضرات اللي فاتت. حاضر حاضر بالنسبة فيديو المحاضرة 5. حاضر هرفعه. حاضر. الصوت في مشكلة يا جماعة. يا جماعة المشكلة في الصوت، يعني الصوت واطي، الصوت مش واضح، في أي مشكلة زي كده؟ أنا الحقيقة مش قادر أعرف السبب في المشاكل بتاعة الصوت في التسجيلات. سببها ايه أنا مش عارف بصراحة. المفروض ان انتوا بتقولوا صوت كويس أثناء المحاضرة، ولو في مشكلة أنا بوقف وببتدي أتصرف أو أحل المشكلة بأي شكل كان. المهم في النهاية ما بشتغلش غير وانتوا راضيين عن الصوت يعني. فمش عارف السبب ايه الصراحة في المشكلة دي. يمكن طريقة الرفع بتاعت الفيديوهات او حاجة زي كده. ان شاء الله بس لما يرجع لنا مندوب الاكاديمية هيحل المشكلة دي ان شاء الله. ما هو انا طبعا داخل كمتدرب، يعني كمدرب اسف. لا الحسابات، السؤال اللي هو بتاع 9 رشات ولو ان المفروض يبقى 12، مفيش الكلام دوت. الحسابات بتتم بناء على المساحة اللي انت شغال عليها، اللي هي ال area of operation اللي انت بتجيبها من الخريطة، واللي غالبا بتكون اقل مساحة فيها اللي هي ال 1500 سكوير فيت. وطبعا ما عدا ال extra hazard المساحة بتاعته بتختلف. و المساحة بتاعت الرشاشات اللي هي ال actual اللي انت موزعها عندك في المبنى. بناء على كده انت بتعرف انت عندك كام رشاش هيشتغل. تمام. في اللايت هازارد بتلاقيها بيقل عدد الرشاشات اللي المفروض تشتغل، خصوصا لو انت موزع بمسافات كبيره، بمسافات قليله انا اسف، او مساحه الرشاش، المساحه اللي بيغطيها الرشاش قليله. تمام. لكن لو انت المساحه اللي بيغطيها الرشاش هي اقصى ما يمكن في اللايت هازارد، ممكن توصل ساعتها ل 12 رشاش.
ما اعرفش الصراحة هو اذا كان بيدخل كمتدرب ولا لا الأكاديمية، لان هو لو دخل كمتدرب ما اعتقدش انه هيكون ليه امكانية ان هو يلغي او يسجل المحاضرة، والا كان اي حد فيكم ممكن يسجل. الله المستعان ان شاء الله. الحقيقة انا ما عنديش فكرة عن المشكلة ديت عن او عن الموضوع دوت، ف هشوف إن شاء الله الموضوع ده مع الأكاديمية بإذن الله. يا راجل يا باشمهندس محمد إبراهيم، مستعجل أنت. إن شاء الله المحاضرة دي أو اللي جاية يعني، بس غالبا اللي جاية طبعا، لأن إحنا لسه عندنا هاب وعندنا إليت، آسف، عندنا إليت وشيت إكسل بالنسبة للهيدروليك كالكوليشن. نرجع تاني للسؤال بتاعنا. كلما زاد القطر كلما قلت الطاقة الحركية للمائع. طبعا الإجابة الصحيحة هي نعم، تمام، لأن القطر لما هيزيد او هيكبر هتقل مساحة، هتزيد مساحة المقطع، وبالتالي لما تزيد مساحة المقطع السرعة لازم تقل علشان تحافظ على معدل تدفق ثابت، تمام. وطالما قلت السرعة الطاقة الحركية هي مربع السرعة مضروب في الكثافة، في نص الكثافة، فده طبعا هيؤدي الى ايه؟ انخفاض الطاقة الحركية. ناخد سؤال تاني. يلا يا شباب،
الإجابة الصحيحة هي إن إجمالي الضغط أو البي توتال عند أي نقطة ما بيكونش ثابت، لأن البي توتال عند آخر الماسورة أو أي مقطع في الماسورة هو عبارة عن البي توتال بتاع المضخة مطروح منه الاستاتيك بريشر والإيه البريشر لوس. تمام. طيب بالنسبة لسؤال الترمبات الغطسة اللي هي سامبت، احنا اتكلمنا عليها في المحاضرة بتاعة البامب روم، عبارة عن حفرة عمقها مثلا ما يقلش عن متر ونص 2 متر، يعني 2 متر ده بيبقى على أقصى حاجة في الغرف المضخات، لأن طبعا كل ما تغوط كل ما تبقى الأمور أصعب. بتبقى مصبوبة من جميع الجهات بخرسانة عادية أو مسلحة أو حتى طوب، دي يعني ما بتبقاش بتاعتنا، بتبقى شغل مدني. وبتلم الصرف بتاع غرف المضخات من خلال الترنشات زي ما قلنا، وبيكون بيتحط فيها مضختين غطستين. المضختين دول بيكونوا في حدود 50 GPM مثلا لو كانوا هما للترمبات بس، لو الخزان اكبر شوية او كبير ممكن تصل ل 100 و 200 GPM، يعني ده على اقصى تقدير يعني. طبعا ده عشان تسرع من تفريغ الخزان. تمام. ولكن في معظم الأحوال بتبقى 50 GPM كل واحدة فيهم، ودي بترفع على خطوط الصرف الخارجية زي ما قلنا. طيب يعني ما فيش مشكلة، ممكن يبقى نظبط الكلام ده. حاضر، ما فيش مشكلة، حتى لو كان في محاضرة كده في الآخر إن شاء الله. طبعا بس في غرف المضخات غالبا لازم تكون موجودة، غالبا في غرف المضخات لازم تكون موجودة. هو حضرتك داخل بأكاونتين ولا انا بتهيألي ولا مش فاهم حاجة؟ ان شاء الله عايزين نكمل كده مع بعض الحسابات اللي احنا اشتغلنا فيها المرة اللي فاتت. هنشتغل على نفس المثال تاني ونعيد نفس الخطوات اللي اتكلمنا فيها المرة اللي فاتت سريعا، وبعدين نكمل لحد المضخة بإذن الله. يا شباب، هل السكرين شيرنج شغال كويس عند الناس كلها؟ تمام. طبعا احنا عندنا هنا المفروض ان انت تحط المقاسات بتاعتك. انا هحط مقاسات تقديرية.
بنحط السايز بتاع الكروس مين. طبعا انا مش هحسب بالظبط بقى، بعد كده نحط مقاسات كده تقديرية، 4 بوصة مثلا. وبعدين 6 بوصة لحد المضخات. تمام، خلاص. طبعا اتفقنا ان احنا الاوبريشن اريا بتاعتنا هي كالاتي. دي كده الاوبريشن اريا بتاعتنا. تمام، نبتدي نرجع تاني ونحسب الجي بي ام بدايه من اول رشاش واحنا ماشيين. نتذكر بس المساحات بتاعتنا كانت 4 في 4، دي حاصل ضربهم هيبقى المساحه اللي بيغطيها كل رشاش، يعني الاريا سبرينكلر بتاعتنا بتساوي 16 متر مربع. تمام، نرسم تاني الرشاشات بتاعتنا كده. هقول تاني، حاضر هقول. طبعا لازم نسمي كل نقطة عندنا، دي نقطة 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. لو احنا فاكرين من الرسم انا قلت هيفضل عندنا المقاس 3 بوصة لحد البرانش التالت، بعد كده هيبقى 4 بوصة لمسافة معينة هنشوفها هي قد ايه. تمام، واختلاف القطر بيكون هو النقطة بتاعتنا، يعني اختلاف القطر هو النقطة اللي انت بتبتدي تضيفها عندك هنا، يعني وتحط لها رقم او تحط لها ليبل. يعني ده كده الخط اللي جاي من البامب اهو. تمام، يبقى انا كده عندي نقطة هنا، النقطة دي هسميها 13، المقاس بتاعها اتحول ل4 بوصة. وبعد كده اخر حاجة اللي هو اكبر مقاس عندنا، نقطة 14 اللي بدأ فيها المقاس يبقى 6 بوصة. لو جيت حطيت المقاسات بتاعت المواسير على هذه الرسمة هتبقى كالآتي: 6 بوصة، 4 بوصة، 3 بوصة، 3 بوصة، 2.5، عذرا، 1.5 بوصة. لا لا، انا مظبوط الاول، هي صح 2.5 بوصة، يعني طبعا البرانش ده شايل رشاشات اكتر من كده بكتير. تمام، هنا بقى 1.25، هي لايت هازارد ممكن تبقى 1.25 ولا 1.5، خلينا نحطها 1.5 وخلاص. مش لازم نبص على الجدول دلوقتي، احنا مش بصدد ان احنا نركز قوي يعني. 1 بوصة،
واحد بوصة، وهكذا بقية أو سائر البرانشات. طبعا هنا الأمر هيكون إيه مختلف، إن أنت عندك هنا في كذا قطر، هيبقى هنا ده واحد بوصة، وهنا ده واحد بوصة، وهنا ده واحد وربع، وهنا واحد ونص. تمام. طيب نبتدي حساباتنا على كده. مرة تانية البداية بتاعتنا بتكون من خلال الشارت، الشارت اللي قدامنا دي، انا الحالة بتاعتي او الهازارد بتاعي لايت هازارد، دايما بشتغل على المينيمم، وقلنا الاسباب بتاعت الكلام دوت 1500 سكوير فيت، والدينستي بتاعتك 0.1 طبعا جي بي ام لكل سكوير فيت. تمام. هطلع هذه البيانات كده عندي على جنب، ان الدينستي بتساوي 0.1 جي بي ام لكل سكوير فيت، وان الاريا اوبريشن بتساوي 1500 سكوير فيت، وان الاريا سبرينكلر بتساوي 16 في 10.76، يعني قلنا 175 سكوير فيت تقريبا. كجايد لاين ليك بعدد الرشاشات هيطلع كام، تقريبا بتقسم الاريا اوبريشن على الاريا سبرينكلر، لو قسمت الاتنين دول على بعض يعني 1500 على 175 تطلع ب8.6، يعني تقريبا كام، 9 سبرينكلر. تمام. ممكن تعمل كده وتبتدي تختار انت الرشاشات اللي انت محتاجها. طيب الحاجة الصح بقى بتعمل ايه، ان انت بيبقى عندك للمساحة بتاعت الرشاشات اللي احنا لسه رسمينها دي هذا الطول اسمه اس، وهذا العرض اسمه دبليو، ده للمساحة اللي هيحصل فيها الحريق او اللي هتشتغل فيها الرشاشات لا قدر الله. تمام. وان يا سيدي المسافة دي كده اسمها اكس، وان المسافة دي اسمها كام، واي. يبقى اول حاجة الاس بتساوي 1 و2 جذر الاريا اوبريشن، اظن الكلام سهل تقدر تحسبها بكل سهولة. الاريا سبرينكلر المساحة الخاصة بالرشاش اللي هي الطول في العرض، او المسافة الاكس والواي، المسافة بين الرشاش والرشاش على البرانش، والمسافة بين الرشاش والبرانش والبرانش. تمام. المساحة التصميمية الاوبريشن اريا هي المساحة اللي بيعمل فيها الرشاشات، اقصى مساحة هيحصل فيها حريقة محتمل اقدر انا اطفيها. تمام. طيب طيب بعد كده انت بتجيب الاس، وبعدين لو قسمت الاس على الاكس اللي هي المسافة بين الرشاش والرشاش تقدر تعرف ال N sprinkler في اتجاه ال S. تمام. ولكن هذا الرقم انت هتضطر ان انت تقربه لعدد صحيح، لانه هيطلع لك كسر، فهتضطر عشان تخلي ده ب4 او ايا كان الرقم متقربه، انك تعمل S new تشوف ال S تطلع بكام. ال S new بتساوي ال N sprinkler، طبعا هنا دي تقريبا
مضروبة في ال x، المسافة بين الشوط وبعضها. بعد كده عايزين نجيب ال w. ال w بتساوي ال area operation على ال s new. تقدر تحسبها بكل سهولة، وبعدين تقسم ال w على ال y، تقدر تطلع ال n sprinkler في ال w. تمام. من خلال الكلام ده تقدر ان انت ايه تعرف الحدود بتاعتك ازاي بالظبط، والمساحه الاوبريشن اريا دي هترسمها ازاي زي ما شفنا المحاضره اللي فاتت ورسمناها او حددناها بالمنظر اللي قدامنا ده. تمام. طيب اول خطوه عندنا كانت ان انت بتقول انا عايز اجيب البي و انا عايز من الناس بقى تبقى شغاله معايا بالات كده وتحسب معايا بسرعه وتساعدني عشان ننجز الموضوع على طول. انا عايز اجيب البريشر بي واحد والكيو اللي هي جي بي ام عند السبرينكلر الاولاني، دي الحاجه اللي انا عايز اجيبها. تمام. طيب انا معايا ان الدينستي بتساوي كام؟ بوينت واحد، ومعايا الكيو، لا مش معايا الكيو طبعا، معايا الاريا سبرينكلر. طيب ما انا لو ضربت الكيو واحد دي هتساوي ايه؟ هتساوي الدينستي مضروبه في الاريا سبرينكلر. ما هي الاريا سبرينكلر دي بالسكوير فيت، والدينستي بالجي بي ام لكل سكوير فيت، يبقى السكوير فيت هيطير مع السكوير فيت، يتبقى لك ايه؟ الجي بي ام اللي انت عايزه. احسب معايا بقى بسرعه، 175 في بوينت واحد يطلع بكام؟ ب 17 ونص جي بي ام. يبقى ده الجي بي ام بتاع اول رشاش. طيب البي واحد بتساوي ايه؟ بتساوي الكيو سكوير على الكي سكوير. الكي بكام؟ الكي فاكتور بتاع الرشاش احنا شغالين بيه قلنا ببوينت او بخمسة بوينت خمسة ستة. طيب والكيو بكام؟ احنا لسه حاسبينها ب17 ونص. احسب يا باشا، يبقى 17 ونص على او 17 ونص سكوير على 5 او 5 6 سكوير، تطلع ب9 و9 من 10، هنقول تقريبا 10 بي اس اي. خلي بالك قوي من الوحدات عشان ما تتلخبطش. تمام. نجيب نقطة اتنين. انا عايز في نقطة اتنين بي اتنين وكيو اتنين. البي اتنين لازم نكون عارفين انها بتساوي ايه؟ البي عند نقطة واحد زائد الدلتا بي لوس من كام؟ من اتنين لواحد. طيب الدلتا بي لوس من اتنين لواحد دي بتساوي ايه؟ بتساوي ال L من اتنين لواحد زائد ال L equivalent من اتنين لواحد مضروبة في ايه؟ 4.52 في ال Q واحد اللي هي اللي ماشية من نقطة اتنين لنقطة واحد اللي شايلها الماسورة يعني، أس 0.85 على ال 120 اللي هي السي بتاعت البلاك ستيل، أس بوينت أس 1.85 في 1 بوصة اللي هو القطر أس 487. طيب نحسب الكلام دوت عشان نجيب البي 2. احسب يا باشا معايا، طبعا ال L equivalent عندنا ما بنهمل أي فيتنج موجودة في الكلام ده أو في المسار اللي هو البرانش الأولاني ما بين الرشاشات وبعضها. طيب يبقى دلوقتي نحسب كده مع بعض، أربعة وخمسة اتنين في الكيو اللي هي عندنا ب17 ونص
اكس اس 1.85 على 120 اكس واي 1.85، تطلع ببوينت 1.3 تقريبا. يبقى البريشر لوس عندي بوينت 1.3. طبعا لسه هنضربها في الطول، الطول اللي هو عبارة عن 4 متر في 3.28 عشان تحولها الفيت. يبقى عندنا الإجمالي بتاع البريشر لوس في البند ده 1.7 أو 1.68. اشتغل معايا بالآلة واحدة واحدة كده عشان تلاقي الدنيا بقت جميلة ومتظبطة. تمام، نركز قوي قوي المحاضرة دي. طيب البي 2 هتساوي 1.68 دي زائد الضغط اللي فات اللي هو 10، تطلع ب 11.68. 11.68 بي اس اي. وبعد كده نجيب نقطة 3. عايز ايه في نقطة 3؟ البي 3 والكيو 3. بي 3 يا سيدي بيساوي بي 2 زائد الدلتا بي لوس من 3 ل 2. الدلتا بي لوس من 3 ل 2 بتساوي ال ال من 3 ل 2 زائد ال ال equivalent من 3 ل 2. مضروبة في 4.52 في الكيو اللي هي عبارة عن مجموع كيو 1 زائد كيو 2. طبعا احنا في النقطة رقم 2 نسينا نجيب الكيو. الناس مصحصحة معايا قوي، واضح الناس مصحصحة جدا. طيب كيو 2 هتساوي ايه؟ هتساوي الكي في جذر بي 2. يعني هتساوي ايه يا باشا؟ البي 2 11.68 طبعا تحت الجذر في 5.56 تطلع ب 19. يبقى كيو 2 كانت ب 19. الكيو من 3 ل 2 قيمتها كام؟ الكيو من نقطة 3 لنقطة 2، لو جبنا الرسمة تاني اهو اهو، الكيو اللي ماشية في السكشن ده كده كام؟ كيو بتساوي كام؟ تمام، كيو 1 زائد كيو 2 يعني هتساوي 19 زائد 17.5. واحد يقول لي بكام كده على طول؟ مش 1 زائد 2 3 يعني؟ صحصحة يا شباب، مهم جدا التركيز جدا في الوقت ده. يبقى 36.5. يبقى الكيو بتاعتنا ب 36.5 أس 1.85 على 120 أس 1.85 في 1 بوصة أس 4.87. طيب يبقى دلوقتي عندي دلتا بي لوس من 3 ل 2 هتساوي ايه؟ نمسك الآلة ونحسب. 36.5 أس 1.85 في 4.52 على 120 اكس واي أو اكس واي اكس واي 1.85 تطلع ببوينت 5 من 10 تقريبا. تمام، نضرب الرقم ده في الطول بتاع المسافة ما بين 3 و2 اللي هي 4 متر. يعني 4 في 3.28 يبقى إجمالي المفاقيد عندنا هنا 6 و56. 6 و56 بي اس اي. يبقى إذن بي 3 هتساوي 11.68 زائد 6.56 تطلع ب 18.24.
18 و24. الله ينور، ايوه كده. يبقى اذا كيو 3 بتساوي الكيف جذر البي 3، يبقى تطلع بكام؟ ب 28. طبعا على كلام الايه الباشمهندس 23، اسف. اسمت ايه بالظبط؟ لا يا باشا، انت في حاجة حسبتها غلط. ليه بس يا ريس؟ طب انت بتخمن ولا ايه؟ 18 بريشر عندنا اهو، تاني 18.24 جذرها 4.27 في 5.56، تطلع ب 23.7. ده كويس اوي هندسة، مالك فيه؟ ماشي، مش هزعلكوا. 24 حلو الكلام ده، نقطة 4 بقى بالمثل. واحد كده يحسب لي على طول بي 4 هتساوي بي 3 زائد الدلتا بي لوس من 4 ل 3، اللي هي بتساوي ال ال equivalent من 4 ل 3 زائد ال ال من 4 ل 3 مضروبين في 4.52 في الكيو اللي في سيكشن رقم 3، اللي هي هتساوي كام؟ الكيو هنا هتساوي كام؟ ايوه كام؟ ستين ونص. تمام، نحسب الرقم ده برضو مع بعض. يا ترى في حد هيسبقني؟ 4.52 في 60.5 أس 1.85 على 120 أس 1.85 على 1.25 أس 4.87 في المسافة اللي هي 4 في 3.28، تطلع ب 5.6. يبقى الدلتا بي لوس بتاعتنا بكام؟ ب 5.6. يبقى اذا بي 4 هيساوي 18.24 زائد 5.6، تطلع ب 23.84. وبناء على الكلام دوت كيو 4 هتساوي كام؟ يا شباب صح، برافو عليكم. 27 جي بي ام. طبعا الموضوع مش هيستمر بهذا الشكل. دلوقتي انا عايز اخش على نقطة كام، نجيب كده نرجع تاني للوايت بورد بتاعتنا ونشوف احنا المفروض نبدأ بنقطة كام. دلوقتي احنا وصلنا لنقطة كام؟ 10. دلوقتي احنا عايزين نجيب الضغط والكيو عند نقطة 10. طبعا الضغط والكيو عند نقطة 10 ايه؟ مش معروفين. غلط، الكيو معروف، الكيو معروف. ليه يا باشا؟ الكيو ثابته، في عندك هنا رشاش
من نقطة 4 لـ10 في رشاش، من 10 لـ11 في رشاش، مفيش رشاشات. إذن الكيو ثابتة خلاص، هي 1 زائد 2 زائد 3 زائد 4. يبقى نرجع كده هنا ونقول الكيو رقم 10 بتساوي كام؟ نقطة بقى 5، أو الخطوة الخامسة، إن الكيو 10 هتساوي 60.5 جي بي ام زائد 27، تطلع ب87.5 جي بي ام. يبقى البرانش الأولاني محتاج 87.5 جي بي ام. حلو الكلام ده. طيب دلوقتي انا عايز اجيب البي عند نقطة 10، وهنا ناخد قاعدة مهمة جدا جدا جدا. او قاعدتين بالظبط. القاعدة الاولانية ان اذا كان هناك رشاش فإن الكي تساوي الكي فاكتور الخاص بالرشاش. أما إذا لم يكن هناك رشاش فالكي غير معلومة. طيب طالما الكي غير معلومة بقى يا باشا، هنعمل ايه دلوقتي؟ يعني انا ما اعرفش الكي، يبقى لا استطيع ان استخدم القاعدة اللي بتقول لي ان الكيو بتساوي الكي جذر البي. ما اقدرش استخدم هذه القاعدة. خلاص، يبقى دي اول قاعدة دلوقتي كنا عايزين نعرفها. القاعدة التانية، نتذكر كده مع بعض اللي قلناه المحاضرة اللي فاتت، ان الضغط البي توتال او البي بتاع البامب بقى، مش عايز توتال عشان ما حدش يتلخبط ويقول لي فين الكاينيتك انرجي والكلام ده، احنا ملناش دعوه بموضوع الكاينيتك ده خالص، ما بنهتمش بيه خالص. تمام، اللي بهتم بيه خالص او دلوقتي هو ان البي بامب بيساوي ايه؟ بيساوي البي ريزيدوال زائد البي لوس زائد البي ستاتيك. قلنا الكلام ده المرة اللي فاتت. تمام، طيب البي لوس هي اللي احنا عمالين نحسبها، اللي هي دي اهي، هي القانون ده، هي دي البي لوس. تمام، طيب يبقى خلاص البي لوس كده معروفة. طب البي ريزيدوال، حد شاطر كده يقول البي ريزيدوال دي كانت فين في الشغل بتاعنا؟ فين البي ريزيدوال في الشغل بتاعنا؟ تمام، الله ينور عليك، اخر رشاش. جميل، اخر رشاش. طيب يبقى انا كده برضو البي ريزيدوال عرفت انا بستخدمها فين، بعد كده ما بقتش موجودة معايا خلاص. ريزيدوال يعني متبقي، الضغط المتبقي. يبقى انا بقي لي ايه؟ البي ستاتيك. يعني ايه بالبي ستاتيك؟ يعني ايه الضغط الناشئ عن فرق الارتفاع؟ طبعا لازم نكون فاكرين ان الضغط البي بيساوي رو في الجي في الاتش. انا هنا بتعامل مع كله على انه الاتش. تمام، طيب يعني الكلام ده معناه ايه؟ معناه كالاتي، ان لو انت عندك نقطة كده بالمنظر ده، وغالبا ده بيحصل، ده كده الكروس مين وده البرانش، فطبعا انت عندك نقطة هنا اللي هي نقطة 5 أو 4 اسف، وهنا نقطة 10. فهنا في فرق ارتفاع ما بين الاثنين، تشوف قيمته كام؟ قيمة فرق الارتفاع دي ولتكن مثلا 30 سنتي، يعني 1 فيت. تمام،
كده يا شباب، يبقى قيمة الضغط عند نقطة 10 هيساوي، واحد شاطر يمليني، ها هيساوي كام؟ صحراء، هيساوي بي 4 زائد الدلتا بي لوس من كام لكام؟ من 10 لـ4 زائد ايه بقى؟ البي ستاتيك، البي ستاتيك تمام. طيب البي ستاتيك هنا هتساوي ايه؟ هتساوي الاتش اللي هي بالفيت مضروبة في 0.433 علشان تحولها لبي اس اي تمام يا شباب. هتساوي الاتش بالفيت اللي هي 1 فيت مضروبة في 0.43 علشان تحولها لايه؟ للبي اس اي، وبعدين تجمع عليها الايه؟ الدلتا بي لوس عندنا اللي هي من 10 لـ4 عادي جدا. طيب نوصل للمرحلة دي برضو تاني في الشغل بتاعنا. فأنا دلوقتي في خطوة رقم 5 عايز أحسب البي عند نقطة 10، هيساوي البي 5 زائد الدلتا بي لوس من 10 لـ5 زائد الايه؟ البي ستاتيك. طيب البي ستاتيك عندنا هيساوي كام؟ 0.433 في 1 فيت زي ما قلنا، زائد الدلتا بي لوس اللي هي عبارة عن ايه؟ ال L زائد ال L equivalent. واحد كده واحنا شغالين بقى يخش كده ويجيب لنا ال equivalent بتاعتنا ايه؟ ايه هي ال L equivalent اللي عندنا؟ انا دلوقتي عندي بقى ال equivalent هنا، يا ترى عندي ايه؟ تمام. المهم انا هكمل، ويا ريت واحد كده شاطر يخش يجيبها لي قبل ما انا اخلص بس تكملة القانون. 4.52 في الكيو اللي احنا قلنا عليها اللي هي بـ87.5 اس 1.85 على 120 اس 1.85 في القطر عندنا من 1 لـ10 القطر هو كام؟ 1.25 بوصة تمام، أس 4.87، وكل الكلام ده طبعا هنجمع عليه ايه؟ بي 5 اللي هو بي 4، آسف بي 4، مش عارف رقم 5 ده معلق معايا ليه. بي 4 اللي هو بكام؟ بـ23.8 بي اس اي. طيب تعالى بقى الماسورة اهي تمام، اخر الماسورة بتاعة الكروس مين، بنحط كوع ولا بنحط قلبه او ولا بنحط تي؟ واحد يرد عليا كده يكون فاكر. نحط تي كونكشن، يبقى انا كده عندي البو تي. بحط تي ليه؟ علشان اقل قطر الكروس مين هو ربع بو تلات اربع بوصه تمام، اسف 1.25 بوصة، وبينتهي بطب التسليك علشان اعمال الصيانه. يبقى انا عندي تي كونكشن و وكام وايه؟ البو. طبعا الالبو مقاسه 1.25 بوصة. تعال نخش نجيب مقاسه كده على طول. طبعا هي مره واحده هجيب الفيتنج، مش هجيبها تاني عشان بس مش عايزين نضيع وقت في كلام سهل جدا مفيهوش مشكلة ان انت تخش تجيب الفيتنج من الجداول. طبعا الجدول ده زي ما احنا شايفين كده انواع المواسير المختلفة والسي فاكتور بتاعتها اللي ممكن تستخدمها في معادلة هذا النويلين. انا الماسورة بتاعتي زي ما قلنا 1.5 بوصة، وعندي البو. طبعا البو هيبقى ستاندرد لان هو الاوز، طالما اقل من 2.5 يبقى الاوز، يبقى الايكوفلنت لينس بتاعك 4 تمام. مظبوط يا هندسه، بس لسه ناقص حاجه اللي هي تي كونكشن.
تمام. التي كونكشن طبعا، التي كونكشن لو انا ماشي على طول كده مش هحسبها، لكن طالما انا طلعت لفوق يبقى لازم ايه احسب البريشر لوس بتاعتها، وبحسبها على القطر الايه الاقل، لان هي برضو فيها ريديوسر. تمام. طيب التي كونكشن اهي، عندي التي كونكشن بتاعتي طبعا مقاسها هناخده برضو بواحد ونص، علشان انا هسلب بعد كده على واحد ونص. طيب التي كونكشن عندي بواحد ونص، يبقى الايكويفالنت لينس بتاعي بكام؟ بتمانية فيت. يبقى انا عندي تمانية زائد اربعة يبقى 12 فيت. يبقى انا عندي الايكويفالنت لينس ده ب 12 فيت. ونخش على المعادلة براحتنا تاني، يبقى 7 أو 8.75 أس 1.85 في 4.52 على 120 أس 1.85 على 1.5 أس 4.87. وبعدين نضرب الرقم اللي هيطلع اللي هو 0.35، نضربه في نفتح قوس، هيبقى ال اللي هي 4 × 3.28 زائد ال 12، وبعدين نقفل القوس، تطلع البريشر لوس عندنا بكام؟ ب 8.8 فيت بي اس اي. زائد الستاتيك بريشر اللي عندي اللي هو 1 × 0.433، يبقى 0.433 بي اس اي. عفوا دي واحدة. تمام. يطلع كده ان بي 10 عندي هيساوي كام؟ هيساوي 23.8 زائد 8.8 زائد 0.433، تطلع ب 33 بي اس اي. يبقى بي 4 عندي ب 33، اسف بي 10 عندي ب 33 بي اس اي. نخش بقى على الخطوة اللي جاية. خطوة رقم 6، انا عايز انتقل لفين؟ للنقطة رقم 11. عفوا دقيقة واحدة. عفوا طبعا الحسابات اللي فاتت كانت لنقطة عشرة. دلوقتي انا عايز انتقل لنقطة 11. طيب واحد يقول لي كده ما بين 10 و11 هحط فيتنج ولا لا قبل ما اخش في اي حاجة؟ هل ما بين 10 و11 هحط فيتنج ولا لا؟ يلا يا شباب اسرع يا شباب اسرع يا شباب. تمام. ليه؟ ليه؟ عشان طبعا مفيش التي كونكشن الوحيده اللي موجوده هي انا ماشي انا بتكلم ما بين 10 و11، فالاتجاه بتاعي موازي او عمودي، اسف مش عمودي، موازي.
انا ما غيرتش اتجاه المية. لو غيرت اتجاه المية ببتدي احسب الايه البريشر لوس. طيب دلوقتي انا عايز اجيب الضغط عند نقطة 11، ده اللي عايز اجيبه. تمام، اروح كده واقول لك ان بي 11 هيساوي البي عند 10 زائد الدلتا بي لوس من 11 ل 10. طيب هو بي 10 كان بيساوي كام؟ بيساوي 33 بي اس اي، يبقى 33 زائد ال زائد ال equivalent اللي هي مش موجودة عندي في 4.52 في الكيو اللي هي ثابتة خلاص دلوقتي. بكام الكيو يا جماعة؟ 87.5. بص 1.85 على 4 على 120، بص 1.85 في القطر عندي كام؟ معلش ثواني، 2 بوصة. تمام، لا 2.5 بوصة. بص كام؟ 4.87. السؤال ايه تاني؟ معلش معلش، الاستاتيك عند 10 جه منين يا راجل؟ تاني اهو، الاستاتيك عند 10 بيساوي البي عند نقطة 4 زائد البي لوس من 10 ل 4. في مشكلة في الكلام ده؟ مفيش. زائد البي ستاتيك، البي ستاتيك اللي هو فرق الارتفاع، جه منين الفرق الارتفاع؟ اهو ده البرانش وده الكروس مين. الكروس مين اوطى من البرانش، واتكلمنا عن الموضوع ده قبل كده، زي موضوع الترن بند او الريترن بند، ان انت ترفع الرشاش لفوق. غالبا بتكون البرانشات كلها متاخدة من مستوى اعلى من الكروس مين عشان تقلل فرص الترسبات اللي ممكن تعطل الرشاشات او تقلل من كفاءتها. طيب فرق الارتفاع بتاعك قلنا حوالي 30 سنتي ما بين البرانش والكروس مين، يعني 1 فيت. الواحد فيت دي لو ضربتها في 0.433، اي فيت بتضربه في 0.433 تحوله البي اس اي على طول، اللي هو باوند بر سكوير انش. خلاص، فعلى اساس كده انا جبت الايه الاستاتيك بتاعي. نحسب الكلام ده ونطلع البي 11 هتساوي كام. تمانية سبعة ونص أس 1.85 في 4.52 على 120 أس 1.85 على 2.5 أس 4.87. نضرب الكلام ده في ال equivalent اللي هي في 4 في 3.28، تطلع ببوينت 38. يبقى البوينت 38 دي نجمعها على 33، يبقى تقريبا ب 33.5 بي اس اي. طيب الكيو بقى عند نقطة 11 اجيبها منين؟ زي ما قلنا القاعدة اللي هي رقم 1 ان الكيو يا باشا عندك، ان قصدي الكي عندك غير معلومة، فانت ما تقدرش ان انت تستخدمها او ما تقدرش تستخدم القاعدة دي. ما انا قلنا خلاص ان هي مش على نفس الارتفاع. تمام، لا دلوقتي انا بتكلم عن ان كيو 10 كانت هي الكيو اللي جايه من برانش واحد كله، او اللي رايحه على برانش واحد كله. طيب بالمثل لعند كل رشاش، لو رجعنا كده للورقه الاولانيه دي، عايزين بس نركز في حاجه بسيطه جدا. هو الرشاش ده مش ممكن اعتبره برانش، او البرانش اعتبره رشاش؟ تمام ولا لا؟ احنا قلنا قبل كده لو انت عندك قطر، يعني هنسال سؤال دلوقتي، السؤال دلوقتي ان انت لو عندك قطر ثابت من الماسورة او رشاش او برانش، طالما البرانش كده كده ليه نفس القطر،
طالما ان الرشاش ليه نفس القطر وليه نفس المواصفات، لو الضغط زاد على هذا الرشاش، تفتكر كمية المياه اللي هتخرج منه او من هذه الماسورة، كمية المياه اللي هتخرج منها ثابتة ولا هتزيد ولا هتقل؟ تمام، يبقى كل ما يزيد الضغط على نفس الرشاش يخرج منه كمية مياه اكتر، ولذلك يبقى الكيو اللي عند البرانش رقم 2 او البرانش رقم بي، خلينا كده ارقم لكم كمان البرانشات عشان تبقى الدنيا تمام، ده البرانش رقم ايه وده البرانش رقم بي وده البرانش رقم سي. يبقى الكيو عند البرانش رقم ايه هتزيد، عند بي قصدي اسف، هتزيد ولا هتقل عن ايه؟ تمام، هتزيد يا شباب. طيب يبقى دلوقتي يبقى الكيو 11 عشان اقدر اجيب الكيو عند نقطة 11 الجديدة، لازم استخدم هذه القاعدة ولكن بشكل غير مباشر. هقسمها على الكيو 10 بتساوي الكي في جذر بي 10. طبعا الكي هتطير مع الكي اللي انا معرفهاش، انا عارف الكيو 10 بتساوي كام اللي هي 87.5، تمام، عارف البي 10 بتساوي كام، عارف البي 11 بتساوي كام. اذا الكيو 11 هتساوي الاتي، البي 11 اللي هو ب 33.5 على البي 10 اللي هو ب 33، جذر الكلام دوت وبعدين نضربه في الكيو 10 اللي هي ب 87.5، تطلع قيمة الكيو 11 بكام؟ ب 88. تمام، طيب بالنسبة لنقطة الخطوة رقم 7، أنا دلوقتي في البرانش ده. طبعا العادي إن أنت بتكون شغال غالبا على 12 رشاش أو على عدد من الرشاشات على البرانش متماثل، فده طبعا هيخلي الأمر أسهل بالنسبة لك، وهتجيب الكمية التدفق اللي عند البرانش سي زي اللي ما جبتها عند بي بالظبط، ومش هيبقى فيه أي اختلاف. ولكن الاختلاف عندنا هنا ان انا عندي رشاش واحد بس اللي شغال على هذا البرانش، فانا محتاج اعرف البي عند نقطة 9، ولو عرفت البي عند نقطة 9 اقدر اعرف كمية التدفق اللي هتخرج من الرشاش ده كام، وابتدي اضيفها فين على نقطة 11 عشان اكمل الشغل بتاعي. طيب يبقى اول خطوة دلوقتي اعملها في نقطة 7 ان انا اوصل لنقطة 12. عشان اوصل لنقطة 12 بي 12 بيساوي البي عند نقطة 11 زائد الدلتا بي لوس من 12 ل 11. تمام، طيب مقاس الماسورة طبعا 3 بوصة، تعال نحسب مع بعض على طول، 4.52 في طبعا الجي بي ام اللي عندنا بقى كام، ها 88 زائد 87.5 اللي هو مجموع البرانش بي وسي. ما تجهلتش حاجة، انا لا، ما انا مش هخش اقعد احسب الجي بي ام اللي عنده، ما خلاص طالما الضغط زاد عنده انا اقدر اتوقع واحسب كمية الضغط التدفق اللي هو هيحتاجها او اللي هتخرج منه. تمام،
انا ما اهملتوش ولا حاجه، انا قدرت التدفق فيه بالنسبه والتناسب بالنسبه للبرانش الاولاني مع مع مقدار الزياده في الضغط، مع مقدار الزياده في الضغط. طبعا مقاس الماسوره دلوقتي عندنا بقى 3 بوصه، يبقى على 3 اس 4.87. يبقى بوينت او 4.33 نضربها في 4 في 3.28 اللي هي طول المسافة، يبقى برضو هنزود تقريبا 6 من 10، يبقى هيساوي 33.5 زائد 6 من 10، يعني تقريبا 34 بي اس اي. تمام. طيب دلوقتي انا عرفت ان الضغط بتاعي على بداية هذا البرانش في النقطة دي كده 34 بي اس اي. طيب لو انا حبيت اسمي هذه النقط باسامي، نسميها مثلا 22 مثلا و33 و44. تمام. لو قلت لك احسب لي الكيو، اسف، البريشر عند نقطة 22، تعرف ولا ما تعرفش؟ نعرف. ليه؟ تعالى يا باشا، دلوقتي في نقطة 8 عايز اجيب البريشر عند نقطة 22. عفوا دقيقة واحدة. عذرا. طبعا انا علشان احسب البي 22 هبقى محتاج احسب البيلوس، الدلتا بيلوس، والدلتا بيلوس محتاجه الكيو، وانا اصلا ما اعرفش الكيو، فكده هخش في متاهه، يبقى انا مش هقدر اعمل الكلام ده. طب اقدر احسبها ازاي؟ هفترض ان الضغط عند ابعد عند الرشاش اللي شغال على البرانش ده هو 34 بي اس اي، ما هو ده اكبر ضغط هيتاح لهذا البرانش، يبقى الكيو بتاعه السبرينكلر رقم 9، الكيو 9 هتساوي 5.56 اللي هي الكيو الكي في جذر ال 34 بي اس اي، الضغط المتاح عند البرانش، يبقى 5.56 في 34، يبقى هتساوي تقريبا 32 جي بي ام او 32.5 جي بي ام. عفوا. طيب يبقى انا دلوقتي قدرت احصل على الكيو، يبقى دلوقتي في النقطة رقم 9 اقدر اجيب الكيو عند نقطة 12. الكيو عند نقطة 12 هتساوي ايه؟ هتساوي 88 اللي هي بتاعت برانش رقم بي، زائد 87.5 اللي هي بتاعت البرانش رقم ايه، زائد طبعا الزيادة الطفيفة دي لان الفرق بتاع البريشر قليل جدا زي ما انت شفت، نص بي اس اي والكلام ده، زائد اخر برانش اللي هو 32.5 جي بي ام، يبقى ده الجي بي ام التوتال الموجود عندنا دلوقتي اللي هو كام؟ 88 زائد 87.5 زائد 32.5،
تطلع ب 208 جي بي ام. تمام يا شباب، خلاص الدنيا هي بتلم. طبعا البريشر كام؟ اللي هو البي عند 12 اللي هو ب 34 بي اس اي. خلاص خلاص كده، خلاص اطمنوا بقى. الجي بي ام عندي مش هيزيد تاني خلاص، الا طبعا لو في صناديق ولا حاجه زي كده، وده هنعرفه ان شاء الله في المحاضرات الجايه. ان شاء الله باذن الله احنا هننهي الاسبوع الجاي باذن الله، عشان بس الناس تطمن، ما حدش يعتقد ان الموضوع سرح مننا. احنا تقريبا هنزود يعني محاضرتين على 10 محاضرات، النهارده المحاضره التاسعه. تمام. طيب يبقى في النقطة رقم 10 انا هبتدي بقى اركز على تغيير القطر، كل ما يتغير القطر احط نقطة. والله شكلك بتطمن نفسك يا باشمهندس محمد. بس انا والله مش شايف حاجة صعبة يعني. هل الموضوع صعب لغاية دلوقتي؟ انا شايف الموضوع يعني سهل جدا ان شاء الله، هو بس عايز تجربة، ما يعني تشتغل بايديك مرة واتنين خلاص الموضوع انتهى. طيب يبقى القطر فضل 3 بوصة لحد نقطة 13. طيب نشوف المسافة دي قد ايه. طبعا نشوفها من على الرسم، انا هفترض ان هي 30 فيت عشان نسهل على نفسنا يعني. خلاص. وبرضو طبعا هتشوف هل هي فيها فيتنج ولا لا. برضو انا هفترض، طبعا هي كانت في الرسم ماسورة على طول، فهنفترض ان هي ما فيهاش فيتنج. يبقى نرجع تاني للحسابات بتاعتنا. انا عايز اجيب البي عند نقطة كام؟ 13. عايز اجيب البي 13. البي 13 هيساوي البي 12 زائد الدلتا بي لوس من 13 ل 12، يبقى هيساوي كام؟ ها، هيساوي البي 12 اللي هي ب 34 زائد ال L اللي هي قلنا كام؟ 30 فيت، وما عنديش L equivalent، ما عنديش كواع. يبقى ال L ال 30 فيت دي هتتضرب في 4.52 في ال Q اللي عندنا اللي هي ب 208 جي بي ام أس 1.85 على 4 على 120 أس 1.85 مضروبة في القطر عندنا اللي هو ب 3 بوصة أس 4.87. يبقى البي عند نقطة 13 هيساوي كام؟ أربعة بوينت خمسة اتنين في 208 أس 1.85 على 120 أس 1.85 على 3 أس 4.87، ونضرب الكلام ده في 30 فيت ونجمعه تطلع ب 1.78، ونجمعه على 34 بي اس اي يطلع عندي 36 فيت تقريبا البي 13. وبعدين برضو نرجع تاني نشوف دلوقتي النقطة الجديدة اللي عندنا اللي هي البي عند نقطة 14. البي عند نقطة 14. طيب طيب يبقى البي عند 14 بيساوي البي عند 13. طيب كيو ثابتة خلاص. البي عند 13 زائد البي لوس الدلتا بي لوس من 14 ل 13 اللي هي بتساوي ايه؟ بتساوي طول الماسورة اللي هي طول الماسورة الأربعة بوصة اللي هي كام دي؟ هنقول مثلا 90 فيت، خلينا عمالين نفترض مقاسات مفيش مشكلة. يبقى هتساوي 90 فيت، برضو هنقول هنفترض ان ما عنديش فيتنج، يبقى 90 فيت في 4.52 في 208 1.85 على 120 أس 1.85 في 4 بوصة أس 4.87. يبقى البي 14 هتساوي، ونحسب 4.52 في 208 أس 1.85 على 120 أس
في 90 فيت بتوعنا تبقى 1.316، نجمعها على البريشر اللي فات اللي هو 3.6، تطلع ب 37.5 تقريبا بي اس اي. وبعدين نوصل للبي 15. هل بي 15 هيساوي البي 14 زائد البي دلتا بي لوس من كام لكام؟ من 15 لـ 14. وهنا بقى هنضيف شوية فيتنج طبعا، طول الماسورة اللي هو عبارة عن هذا الكلام وهذا الكلام لحد البامب. هنفترض طبعا طالما القطر ثابت فبنجمع كل حاجة على بعضها. هنفترض ان احنا عندنا مثلا 120 فيت زائد ال L equivalent، عندنا مثلا 3 محابس و 3 اكواع ولا حاجة زي كده. نخش على الجدول نشوفها سهلة. الماسورة بتاعتنا 6 بوصة، عندنا يا سيدي 3 اكواع مثلا، يبقى ادي 3 × 9، و التي كونكشن عندنا منها واحدة يبقى 30 فيت، وعندنا الجيت فولف عندنا منه 2 مثلا او 3 كمان، والسوينج تشيك فولف عندنا منه 2، يبقى 2 سوينج تشيك فولف و2 جيت فولف تمام، واحد بتاع الزونة مثلا وواحد بتاع الرشاش، يعني ايا كان، يعني احنا بناخد الامر تقديري طبعا دلوقتي. طيب التي عندنا تي واحدة، عدد الالبوز عندنا 3 مثلا، وهكذا. نبتدي نضرب هذه الارقام ونطلع الايكويفالنت لينس بتاعنا كام. يبقى 9 × 3 زائد 30 زائد 2 × 3 × 6 زائد 64. تاني نحسبها تاني، 9 × 3 زائد 30 زائد 6 زائد 64 تطلع ب 127. يبقى عندي 127 فيت. ده ايه؟ equivalent range 127. وبعدين في نفس الكلام بتاع الجزء اللي فات ده، هو ده بس طبعا الماسورة 6 بوصة. نحسب يا باشا، مفيش واحد كده يحسب معايا على طول. اللي بيحسب معايا في المحاضرة ده على فكرة مش محتاج ان هو يذاكر خلاص، لانه كده بيكون الموضوع انتهى بالنسبة له، جرب واشتغل بايديه خلاص. 4.52 × 208 على 120 على 6 تطلع البريشر لوس اللي عندنا في هذا البرانش كله 0.5 بوصة برضو. وتفترض مثلا ان انت عندك 30 فيت كمان ولا حاجة فرق ارتفاع، او حتى 50 فيت زائد 50 فيت اللي هي ايه الستاتيك بريشر. يبقى اذا البي 15 اللي هو البي بامب بقى هيساوي ايه؟ هيساوي 37.5 زائد 0.5 يعني 38 زائد ال 50 فيت، ولكن طبعا مضروبة في 0.433 في 50 زائد 38 بتطلع تقريبا ب 60 بي اس اي. طبعا ده عشان اللايت هازارد، وعشان ان انا مش عامل ادوار كتير. طبعا الادوار يعني استاتيك، وده بيكون اكبر بريشر موجود او تحدي قدام البامب، هو الاستاتيك دايما مش البريشر لوس تمام. يبقى اصبح عندي 60 بي اس اي تقريبا اللي هم حوالي 4 بار. طبعا ده يعني
سيستم قليل جدا، لان ده زي ما قلنا لايت هازارد. دلوقتي هناخد بريك 5 دقايق 10 دقايق كده، وبعدين هنرجع نبتدي نشتغل ان شاء الله على برنامج الاليت. هنطبق نفس الشغل اللي احنا خدناه النهارده دوت، هنطبقه هو هو بالظبط على برنامج الاليت، عشان برضو نعمل مقارنة كده لنفسنا، وبرضو نبقى مركزين وعارفين الكلام ده صح وغلط ولا لا. كده انا خلاص عرفت طبعا البامب بتاعتي 208 جي بي ام و60 بي اس اي، تمام، وابقى عارف كده وداري بكل نقطة، واشوف انا غلطت في ايه، او حتى البرنامج فيه مشكلة فيه ولا لا، والكلام ده كله خلاص. وبعد كده ان شاء الله هوريكم، يعني ان شاء الله باذن الله نقدر نخلص ادخال هذه البيانات على الاليت، وبعدين نبتدي نبص على شيت اكسل كده، وبرضو نحل عليه نفس المثال، لان هو هيبقى سريع جدا باذن الله الشغل على الاكسل. تمام ان شاء الله، يعني 5 دقايق 10 دقايق بالكتير، ونرجع مع بعض. في التنشيط الهجومي نيمار وميسي هما اللي يعملوا كل شيء، حيث التحضير والتسديد وتسجيل الاهداف. اصبح انيستا ما عندوش دور، شاهدناه بالاسابيع الاخيره ما قدمش مستوى كبير، ولهنا صعب مأموريه الفريق في وسط الميدان، لا راكاتيتش ولا انيستا، ولهذا اعتقد ان البرسا حذاري. صحيح انا الخطير هو اللاعب كايسيدو المهاجم، لانه يتمتع بلياقه بدنيه اللي عنده مهمة صعبة، ودي هدف التعادل، مهمة صعبة، اللي عنده مهمة صعبة، ودي هدف التعادل، مهمة صعبة، اللي
عنده مهمة صعبة، ودي هدف التعادل، مهمة صعبة، مهمة جدا. في يعني ايه بعد حوالي دقيقة ونص اهو، الدقيقة الثامنة هدف، الدقيقة العاشرة هدف، ودي الكورة مفيش رقابة ومفيش الا احتجاج فرناندو في اللقطة الماضية. ادي الهروب من الرقابة، فين عم منجالة؟ عم منجالة راح في خبر كان اهو، بص منجالة طار في الهواء، ولكن هنا بقى اللي طار في الهواء وفاز بالكورة لكادير، يلعب كرة على الجهة اليمنى، بيانيتش يوصل هناك لمحمد صلاح المصري مرة أخرى. بيانيتش، هزيمة واحدة كانت أمام يوفي وكانت نتيجة منطقية صراحة. يواصل تعلقه، مراوغة أولى والثاني، رويكين وروبيرتو باتشيو وإيريك كونتونا بأن يفرض نادي كييفو فيرونا. والروما دائما من خلال اللعب على الأطراف أكثر يبحث عن حلول مع ستيفان، مع محمد صلاح، مع لاعب بيروتي كذلك. طبعا بيروتي وفق الأسلوب الذي يلعب به المدرب سباريتي بين المدرب لوتشانو اسباريتي، يتعلق الامر بالاساس باللاعب ستروتمان. صراحه لعنه الاصابه التي طاردت ستروتمان خلال اكيد فترته مع نادي وحاسمه، بينما هذه كره اماميه في اتجاه لاعب بيروتي. يدخل صلاح يلعب حتى بجانب صلاح، يتوصل به اللاعب المصري مباشره لمن بيانيتش، يدخل المنطقه، هنا تبادل كروي جميل، تسديده بعيده جدا. هذه متابعه من جانب بيانيتش، يمشي صلاح في الجهه اليمنى دائما، صراحه توغل صلاح على التمريره، توتيني ممتاز، بيروتي وحده يمارس الكره بشكل جميل ناحيه اللاعب محمد صلاح، هنا يرجع مره اخرى بيروتي يسدد الكره، امكانيه الهدف لكن الدفاع يتدخل، كانت لقطه خطيره جدا على دفاع الاماميه. ستيفان مره اخرى تمشي لمحمد صلاح، هنا مناوره جميله من صلاح، يلعبها بسرعه لي ستيفان الشعراوي. ستيفان هل يعيد؟ سجلوا عندكم اعزائي المشاهدين الكرام، نعم هي المباراه رقم 600 لتوتي، كما تاتي اللافته في المدرجات، يخرج محمد صلاح اللاعب المصري الجوهر.
الرحمن الرحيم. السلام عليكم. السلام عليكم. شباب الناس كلها موجودة. طيب بسم الله، دلوقتي هنعمل سكرين شيرينج. يا شباب هل السكرين شيرينج واضح عند الناس كلها؟ تمام، السكرين شيرنج شغال يا جماعه. تمام، دي الواجهه الرئيسيه لبرنامج الاليت، دي الايقونه بتاعته. لما نفتح يبتدي يظهر عندنا المنظر ده. اول حاجه بنقول له نيو بروجكت. طبعا مالناش دعوه بالقوائم ديت، احنا مش بنشرح البرنامج بشكل كامل، بس هنشرح ازاي ان شاء الله نقدر نشتغل ونطلع بيه مشروع باذن الله. تمام، نفتح نيو بروجكت. لما تفتح نيو بروجكت يبتدي يظهر لك هذه القوائم، تبتدي تكتف القوائم دي. لو خدتوا بالكم ما كانتش متكتفه. القائمه الاولانيه ديت بنبتدي ندخل بيها البروجكت داتا، التاريخ، اسم المشروع، الجهات اللي المفروض يعني تعتمدوا، الكود ريفرنس بتاعك ايه، ديزاين باي مين اللي شغال. تمام، بعد كده الكلاينت داتا اللي هو الراجل اللي انت بتعمله التصميم دوت، شركة ايه، رقم التليفون، العنوان، اي كومنتات تانية. الكومباني داتا برضو الداتا بتاعة الكومباني، البيلدينج داتا اي معلومات عن المبنى اللي انت بتعمل له التصميم، السيستم، وهو ده اللي احنا عايزين نشتغل عليه. فتحت القايمة دي منين تاني؟ اول ما انت بتبتدي تعمل نيو بروجكت بتلاقي القوايم اللي هنا دي او الايقونات اللي هنا دي اكتيفيت. اول واحدة فيها اسمها طبعا دي اوبن، دي كلوز، دي سيف، يعني كلام كلنا عارفين شكله خلاص، بقى الموضوع ده بقى فاميليار بالنسبه لنا في اي برنامج موجود. فاول خانه عندنا هنا غريبه اللي هي جنرال بروجكت داتا، لما ندوس عليها نلاقي كل التابات دي ظهرت عندنا في الويندو الجديده دي. واللي يهمني في كل الكلام دوت هو السيستم داتا، هو ده اللي فيه التكنيكال داتا. تمام يا شباب. طيب بتبتدي عندك هنا اول حاجه نقرا بقى كلمه كلمه كده مع بعض. الانراك سبرينكلر اللاو، يعني تحط كام جي بي ام عندك للرشاشات اللي موجوده في الركات اللي احنا اتكلمنا عليها قبل كده. طبعا الكلام دوت لما يكون عندك ستورج، ودي حاله خاصه مش هنتكلم عنها دلوقتي. بعد كده حاجه اسمها الانسايد هوز ستريم اللاونس جي بي ام، والاوتسايد هوز ستريم اللاونس. طبعا كلنا عارفين ان في حاجه اسمها الفاير هوز كابينت. طيب خلي النقطة دي للمحاضرة الجاية إن شاء الله لما نتكلم عن الصناديق، علشان بس ما يحصلش لخبطة دلوقتي. خلينا مركزين في اللي احنا فيه. مبدئيا أي أيقونة أو أي مكان أنت المفروض تكتب فيه كلام هنا بتلاقي جنبه دروب ليست أو سهم كده. السهم ده لو دوست عليه بتلاقيه بيظهر لك وصف للخانة دي مكتوب فيها إيه، وتقدر إنك يعني تقدر تجيب المعلومات بتاعتها منين. تمام. طيب الديفولت بايب ماتيريال، طبعا هنا في كل ماسوره وليها كود نمبر في برنامج الاليت. فالكود نمبر بتاع المواسير السكادول 40 الويت بلاك ستيل ويت سيستم، يعني هي رقم 4 خلاص. طيب الديفولت كي فاكتور، الديفولت كي فاكتور مقصود بيها الكي فاكتور الخاص بالرشاش، الكي فاكتور الخاص بالرشاش. طبعا الكي فاكتور بتاعي 5.6. طبعا لو ما كنتش لاقيه هنا على طول او مش واضح قدامك ممكن على طول تكتبه بايديك،
خمسة بوينت خمسة ستة أو 5.6 للتقريب، مفيش مشكلة. الموديل بتاع الرشاش بتحط موديل الرشاش لو انت عايز، كل الحاجات ديت بتبقى يعني الموديل السبرينكلر ميك، انا شخصيا مش عارف دي الكلمة دي ايه اصلا، يعني هي كلها انفورميشن عن نوع الرشاش والكلام ده، طبعا ميك تقريبا المصنع بتاعه والموديل نمبر بتاعه، هذا الكلام يعني مجرد داتا كده عشان تظهر في الريبورت النهائي. التمبريتشر ريتنج بتاعك زي ما كلنا عارفين ان الرشاشات بتتصنف حسب درجة حرارة اوردينري و هاي تمبريتشر وميديوم وهكذا، تمام. فبتكتب هنا الريت بتاعك او درجة الحرارة بتاعتك، برضو ممكن تدوس على الدروب ليست دي وتشوف بيقول لك ايه بالظبط. ناخدها مثلا 150 فهرنهايت. السبرينكلر سايز مقاس الرشاش طبعا على حسب القطر او الكي فاكتور اللي انت اخترته، هنا يطلع لك القطر بكام. طبعا الكي فاكتور بوينت 5.56 ده المقاس بتاعه بيكون نص بوصة. بعد كده بتدوس على الليبر ريت اللي هو اوجريت العامل وهكذا، كل الثلاثة بوينت اللي تحت بعض دول خاصين ب التسعير والكوست لو انت عايز تشتغل ببرنامج الاليت وتخليه يطلع لك الكوست بتاعت تركيب الشبكة دي هتبقى كام. بعد كده عندنا اخر حاجة هنا في الخط الاولاني او العمود الاولاني البرايمري تايب اوف تشارج. طبعا انت ممكن تختار سبرينكلر او هوس كمان، يعني تكون الحسابات بتاعتك للرشاشات او تكون الحسابات بتاعتك للايه للصناديق. نخلي الصناديق برضو ان شاء الله في المحاضرة القادمة. طيب الهازارد ديسكريبشن ده هو وصف الخطورة. انا لسه ما قلتش حاجة، انا ماشي واحدة واحدة ومفيش جديد. الهازارد ديسكريبشن اللي هي الخطورة، تمام. ففي الهازارد ديسكريبشن هتكتب ايه، تشوف الخطورة بتاعتنا طبعا للمشروع بتاعنا كانت كام، كانت لايت هازارد لو دوست على اللينك هنا على الخط السهم ده زي ما قلنا، وتختار الخطورة بتاعتك. بعد كده المينيمم ديزايرد دينستي اللي احنا طبعا جايبينها ببوينت 1/10، تمام. السبرينكلر سيستم تايب النظام بتاعك ايه، ويت سيستم طبعا، الاريا اوف سبرينكلر اوبريشن والماكسيمم اريا بير سبرينكلر. الاريا اوف سبرينكلر اوبريشن دي اللي هي كام، اللي احنا جبناها من الجدول اللي هي 1500 سكوير فيت، تمام. الماكسيمم اريا بير سبرينكلر كام، 175 اللي احنا حاسبينها اللي هي ال 4×4 اللي هي 16 متر مربع، تمام. برضو الثلاث خانات اللي جايين دول الهايدرانت تيست داتا السورس اوف انفورميشن، الهايدرانت داتا دي كلها داتا عشان تظهر كده في شكل الايه الكتالوج او شكل الريبورت النهائي، تمام. الهايدرانت تلفزيون برضو كلها داتا عن الهايدرانت الاكستيريور جي بي ام للهوزز، طبعا هنحطها دلوقتي بصفر زي ما قلنا خلاص، وهكذا. بقيه البيانات اللي موجوده هنا دي كلها بتظهر معاك في النتيجة. طيب نقول تاني واحدة واحدة كده في السريع، ادي البرنامج اول ما بتفتحه، اول ما بتفتحه طبعا بتدوس على هذه الايقونة اللي هي نيو عشان تبتدي تعمل بروجكت جديد، بتلاقي هذه التابات او الايقونات تبتدي تتاكتف، تدوس على اول واحدة فيهم اللي جنرال بروجكت داتا، وتبتدي من خلال الجنرال بروجكت داتا انك تدخل بيانات المشروع والشركه والكلاينت اللي انت بتتعامل معاه والمبنى والكلام ده كله. اخر واحده اخر تابه في هذا الويندوز اللي هي السيستم داتا، هي دي اللي بنبتدي ندخل فيها البيانات المبدئيه بتاعتنا. وبدانا ب طبعا جي بي ام الخارجي والداخلي للصناديق، وقلنا الكلام ده هنتكلم عنه المحاضره الجايه، والانراك سبرينكلر وقلنا ان دي حاله خاصه، وبعدين الديفولت بايب ماتيريال وقلنا البلاك ستيل بتاعتنا اللي هي في الكود نمبر بتاعها في الاليت 4 والكي فاكتور والتمبريتشر ريتنج، تمام. والبرايمري اوف ديسشارج اللي هو الـ الرئيسي اللي انت بتعمل عليه التصميم هو طبعا السبرينكلر هنا عندنا.
خلاص. وبعد كده تحط الدينست بتاعتك وتختار الهازارد اللي هو لايت هازارد عندنا، تمام. وبعدين تختار مثلا الاريا اوف اوبريشن والماكسيمم اريا بير سبرينكلر وهكذا. تمام يا شباب، نعمل سيف كده عشان نسيف الدنيا. نخليه مثلا سامبل بروجكت على الديسكتوب. طيب الخانه الثانيه او الايقونه الثانيه اللي هتقدر تفتحها اللي هي انتر بايب داتا. انتر بايب داتا، اول ما بفتح انتر بايب داتا دي هلاقي اول خانه عندي اسمها بايب داتا، دي اللي بدخل فيها البايبس بتاعتي. وبعدين الجلوبال اديتور، تمام. ده لو انت عايز تعمل تعديلات في الداتا اللي انت دخلتها في البايب داتا. وبعدين التري بيلدر، لو انت عايز تخلي البرنامج يستنتج لك يعني يبقى عنده شكل تري جاهزه وانت تبتدي تدخله البيانات بس. والجريد بيلدر، طبعا احنا قلنا في حاجه اسمها جريد وحاجه اسمها لوب. برضو الجريد بيلدر بيتيح ليك البرنامج ان انت تدخل البيانات بتاعته. طبعا هنشتغل اول حاجة على البايب داتا. لما نيجي على البايب داتا هنلاقي في شوية تابات تحتيها سب تاب. اول حاجة الاد بايب اللي هو اضيف بايب او شيل بايب، ديليت بايب، سورت بايب رتب المواسير، كلير بايب لو عايز تفضي كل المواسير اللي تحت دي. وبعدين مارك ان فلو نود يعني حدد نقطة ادخال المياه او السورس بتاعك. ان مارك ان فلو نود يعني شيل النقطة اللي معمول فيها الايه ال نقطة ادخال المياه. السي بي ال دي ده هنتكلم عنه بعدين ان شاء الله. طيب دلوقتي هنبتدي ندخل البيانات بتاعة البوينت. هتلاقي دايما اول عمود موجود فيه رقم النقطة، يعني رقم النقطة، تمام. يعني ايه رقم النقطة؟ نرجع تاني للرسمة اللي احنا كنا عاملينها. هنلاقي عندنا نقطة 1 ل 2. هنا في الاليت انت بتدخل مواسير، بتدخل ماسورة. فعشان تدخل ماسورة هتسميها ايه؟ 1 ل 2 او 1 2، تمام. يبقى عشان تدخل ماسورة من 1 ل 2 دي تيجي هنا في الاليت وتقول له دي نقطة 1 واخرها نقطة 2. كده انت عرفت ايه ماسورة. كده الاتنين دول كده على بعض 2، على كل 2 من دول ماسورة، كل سطرين من دول ماسورة، تمام. بعد كده تدخل له الديفولت ماتيريال، خلاص، اللي هي ايه رقم 4 زي ما هي. الديامتر بالانش بتاعنا كام؟ 1 بوصة. طبعا هي ماسورة واحدة، فهو هنا بيقول لك اول واحدة الديامتر بالانش، تاني واحدة اللينث بالفيت اللي هي دي. ممكن هنا لو جيت وقفت على اي وحدة من دول بالمنظر ده كده هتلاقي ايه اللي حصل. هتلاقي ظهر جنب المؤشر بتاعك علامة ترمومتر كده. هنا ممكن تختار اي وحدة تانية تغير الوحدة بتاعتك على طول، تمام. نخليها وليكن مثلا بالمتر، تمام. يبقى طول الماسورة من 1 ل 2 كام؟ 4 متر، تمام. الكي فاكتور بتاعك ده رشاش ولا مرشاش؟ يبقى 5.56، ما هو رشاش، تمام. ما احط لك الديفولت كام؟ 5.56. يبقى في غلطة عندك في البيانات. تعال نشوف كده الغلطة فين. نرجع تاني للبايب داتا اهي، سيستم داتا، والكي فاكتور عندنا مظبوط. يبقى هو البرنامج اللي ايه اللي بيستهبل شوية. برضو نخلي الوحدة بتاعتنا بالمتر زي ما احنا كنا شغالين بالظبط، تمام. خلاص طبعا ما تدخلش الكي فاكتور مرتين او عادي مفيش مشكلة، لان نقطة 2 برضو هي فيها رشاش. طالما النقطة فيها رشاش يبقى هتحط الكي فاكتور بتاعها ب5.56. لو ما فيهاش رشاش بتسيب النقطة فاضية زي ما هي، بتسيب الكي فاكتور بتاعها فاضي زي ما هو، تمام. هنا بتدخل الاليفيجن بتاعك في كل نقطة من دول. هنا بقى في برنامج الاليت الامر بيبدا بالمشقلب. الامر بيبدا بالمشقلب، احنا بادئين من تحت لفوق، من فوق لتحت، انا اسف، من فوق لتحت، تمام. فطبعا المضخات السنتر لاين بتاعها هيكون نقطه صفر، هيكون الاليفيجن بتاعه بصفر اللي هو الارتفاع. لكن الرشاش
اللي هو في ابعد نقطة اللي هو رشاش رقم واحد ده في اعلى نقطة خالص، في اعلى نقطة خالص تمام. فلو رجعنا كده تاني للشغل بتاعنا وبصينا، هنلاقي هنا ان الرشاش بيزيد او بيعلى عن البرانش عن الكروس مين بقد ايه؟ بواحد فيت تمام؟ اهو واحد فيت. طيب وايه تاني؟ وان جيت في اخر نقطة خالص وضفت كاليفيجن فرق ارتفاع حوالي 50 فيت تمام يا جماعة؟ انا ضفت كاليفيجن في اخر نقطة خالص حوالي 50 فيت فرق ارتفاع، ده كان فرق الارتفاع ما بين ايه؟ ما بين السنتر لاين بتاع الماسورة دي 6 بوصة والسنتر لاين بتاع الترومبة تمام. يبقى اذا انا عندي الاليفيجن بتاع الرشاش دوت كام؟ 50 60 فيت، اسف 51 فيت. ونفس الكلام للرشاش التاني. حد عنده مشكلة في الكلام ده؟ الامر بيبدأ في الاليد بالعكس، يعني اعلى رشاش لان انت طبعا بتبقى شغال في ابعد نقطة خالص، فابعد نقطة يعني اعلى نقطة عن الترومبة. طب اعلى نقطة عن الترومبة الاليفيجن بتاعها هيبقى كام؟ ارتفاع المبنى او فرق الارتفاع ما بين النقطة دي والسنتر لاين بتاع البامب. تقيس الكلام دوت وتروح حطه عندك اللي هو في الحالة بتاعتنا كام؟ 51 فيت. طيب البريشر اللي هنا اللي هي العمود بتاع البريشر ده، الرقم ده بيتحسب اوتوماتيكلي من الحسابات تمام. بعد كده الاريا سبرينكلر برضو هنسيبها لان احنا دخلناها في الديفولت داتا اللي هي 175 الماكسيمم سبرينكلر اريا. بعد كده موضوع العمود بتاع الاريا والجروب ده بيستخدم استخدام خاص تمام، لما تكون عايز تعمل اوبشنز، لما تكون عايز تعمل اوبشنز فهنسيبه دلوقتي، ممكن يبقى من الحاجات الاضافية ان شاء الله اللي احنا نقدر ناخدها بعدين. بعد كده عندنا نوت سبرينكلر فلو، يعني هل عند نقطة واحد واتنين دول اللي هما في الماسورة رقم ايه او اول ماسورة انت بتدخلها، هل فيهم اي نقطة بيجيلها مية او هيروح لها مية ما هيش رشاشات صناديق ايا كان الوضع تمام. بعد كده اخر حاجة الستاندرد فيتنج والنون ستاندرد فيتنج. نون ستاندرد فيتنج يعني انت بتروح على طول مختار او تقول انت عندك كام فيت، تقول عندك 100 فيت 50 فيت 90 فيت ايا كان تمام. اما الستاندرد فيتنج فانت بتختار من هنا كده على حسب زي ما انتوا شايفين، طبعا هو بيربط هذا الكلام مع مقاس الماسورة اللي انت مدخله اصلا. فهنا انت هتشوف الفيتنج اللي عندك ايه، ايه مثلا يعني البو، ال يعني لونج تيرن البو، وهكذا. وعرفنا كل واحد فيهم طبعا بيستخدم امتى. طيب لو انت عندك بقى يعني لو عندك ايه كده يبقى كده انت خلاص دخلت البو واحد، خد بالك راح كاتب لك على طول في الايكويفالنت لينس كام؟ 6 فيت. طيب لو جيت كتبت له 2 ايه كتب لك كام؟ 8 فيت، جمع الاثنين على بعض. طب لو جيت كتبت له اي وتي هو كده فهم ان في تي كونكشن وفي اي يعني البو. طب لو عايز اقول له ان انت عندك 3 البو و3 تي هقول له 3 اي وبعدين 3 تي، كده خلاص الراجل فهم ان انت عندك 3 البو و3 تي. طبعا احنا عندنا في الرشاش دوت ما عندناش اي ايكونات. طيب بعد كده اخر كولومن عندنا او اخر عمود في خانة اسمها اكتف. لو انت طبعا بتعمل اوبشن او حاجة زي كده فممكن ان انت تفصل ماسورة من المواسير في اي وقت من الاوقات انت عايز بان انت تدوس على كلمة اكتف دي وتخليها باللون الاحمر اللي هي ان اكتف. ندخل بعد كده البيانات بقى بسعيه بتاعتنا على طول بسرعة. دلوقتي هندخل الماسورة التانية. مهم جدا بقى النقطة دي ان الناس كلها تفهمها في برنامج الاليت. البرنامج دوت ما بيفهمش لو حطيت له مثلا دلوقتي الماسورة التانية لازم تحطها من 2 ل 3، هي لازم نقطة النهاية بتاعة الماسورة رقم
واحد او الماسوره اللي انت دخلتها اول واحده اللي هي رقم 2 لازم تكون هي نقطه البدايه للماسوره اللي بعدها، ساعتها وساعتها فقط يفهم البرنامج ان الماسورتين دول متصلين ببعض. تمام؟ يبقى فقط علشان يفهم البرنامج التوصيله بتاعتك لازم تكون نقطه النهايه بتاعت اي ماسوره متصله باخرى هي هي نفس نقطه البدايه بتاعه الماسوره الاخرى. تمام؟ يبقى اذا دلوقتي الماسوره الثانيه اللي عندي هي بدايتها 2 ونهايتها 3، وركز معايا كده وانا بكتب رقم 2، حط عينك كده على الكي فاكتور، شوف الاليت بيفهم اهو. اول ما هقول 2 وبعدين انتقل لنقطه جديده، هو المفروض يفهم على طول وبينقل الكي فاكتور، يعني المفروض ان هو بينقل الكي فاكتور على طول 5.56، لانه طبعا نقطة 2 هي هي نفس النقطة. طيب نقطة 3 برضو فيها رشاش 5.56. طيب الاليفيجن بتاعنا 51 برضو، خلاص برضو ما عنديش فيتنج ولا حاجة دلوقتي، برضو المسار عندي 4 متر. تمام؟ بعد كده ادخل الماسوره اللي بعد كده اللي هي من 3 ل 4. يا شباب الدنيا سهله ولا في مشكله؟ من 3 ل 4 وادخل له مقاس الماسوره بتاعتنا اللي هي 1.25 بوصه اهي، عشان الناس تركز معايا، من 3 ل 4 1.25 بوصه. بص الخانه دي دايما احنا بنسيبها هي مرتبطه بالسي بي ال دي، ودي لو انت عايز تغير حاجه في البريشر لوس بتاعه البايبس او عايز ان انت تعمل جروبس زي ما هقول على الكلام ده يعني ان شاء الله، بس في ايه في يعني نكون خلصنا بس وفهمنا الاساسيات وبعدين ان شاء الله نبتدي نتكلم في الحاجات الفرعيه دي. طيب برضو طول الماسوره عندنا 4 متر، الكي فاكتور بتاعنا 5.56، نفس الكلام لنقطة 4 5.56، الإليفيجن برضو 51، وهكذا. بعد كده عندي من نقطة 4 لنقطة كام؟ 10. يا شباب عايز التركيز على طول معايا والناس تلاحقني كده بالكلام، من نقطة 4 لنقطة 10 كان عندنا البو تي، كان عندنا البو وتي، ومقاس الماسوره بتاعتنا كام؟ 1.5 بوصه، 1.5 بوصه. طول المسار بتاعنا كام؟ احنا خدناها برضو 4 متر، طبعا هي مش شرط تبقى 4 متر، هي طبعا هتبقى اقل من كده كمان، ولكن خلينا ماشيين كده ونقول ان هي 4 متر مفيش مشكله. يعني عند نقطه 4 انا عندي رشاش يعني 5.56، برضو الاليفيجن بتاعي 51، لكن الاليفيجن عند نقطة 10 كام؟ واحد بقى يرد عليا، واحد مصحصح معايا، الاليفيجن عند نقطة 10 كام؟ تمام كويس 50 فيت. طيب الفيتنج اللي موجودة عندي ايه؟ في الماسورة من 4 ل 10، الماسورة من نقطة 4 لنقطة 10، ايه هي الفيتنج اللي كانت موجودة عندي؟ الله ينور عليك، هكتبها على طول E و T، خلاص كده شكرا، مش لازم اكتب واحد واحد. تمام؟ طيب ماشي يا هندسة، مروق نفسك انت يا هندسة. في الإليت بقى يا باشا ما ينفعش ان احنا نعمل القفزة اللي احنا عملناها اللي هو نقول نقطة 11 والسلام عليكم ورحمة الله، لا طبعا لازم تدخل له كل البوينت اللي شغالة عندك، اي نقطة فيها رشاش هيشتغل لازم تدخلها. يبقى انا هاجي ادخله من هنا ايه في النقطه دي ايه 5 و6 و7 و8 بنفس الشكل،
بنفس الشكل. طبعا مفيش مشكلة، الترتيب بقى ما بيفرقش، يعني الترتيب مش هيفرق معايا في حاجة. ازاي يعني؟ ممكن دلوقتي اروح مدخل في الاليت 10 و11، الماسورة من 10 ل 11، وبعدين اروح مدخل من 9 ل 44 مثلا، وبعدين من 22، من 12 ل 22، مفيش مشكلة. اهم حاجة في النهاية هو هيعمل ايه؟ هيربط المواسير اللي ليها نفس البداية والنهاية. يعني انت جيت قلت الماسورة من 8 ل 11، وبعدين قلت من 10 ل 11، هو خلاص فهم ان 10 و11 و8 مربوطين ببعض من خلال الشكل اللي قدامنا ده. طيب تعالوا نكمل مع بعض واحدة واحدة، وهتلاقي الامور كلها واضحة. دلوقتي من نقطة 5 ل 6 هندخل الماسورة من 5 ل 6، ده البرانش التاني. هقول 5 و6، المسافة بين الاتنين 4 متر، المقاس بتاعنا 1 بوصة، الكي فاكتور 5.56. طبعا نقطة 10 انا سبتها فاضية ليه؟ عشان ما عنديش رشاش. تمام، برضو 5.56. الاليفيجن بتاع نقطة 5 و6 نرجع تاني لإيه؟ 51، 51. تمام، برضو ما عنديش فيتنج، وهكذا نبتدي نكمل. من نقطة 6 لنقطة 7 مقاس الماسورة 1 بوصة، الطول 4 متر، الكي فاكتور بتاعنا 5 و6، أيوة في رشاشات، والإليفيجن بتاعنا 51، وهكذا. من نقطة 7 ل 8 القطر بتاعي 1 وربع، المسافة ما بين 7 و8 4 متر، الكي فاكتور 5.56، الاليفيجن بتاعي 51 متر. بعد كده من نقطة 8 لنقطة 11، طبعا من نقطة 8 لنقطة 11 المقاس 1.5 بوصة، المسافة 4 متر، الكي فاكتور 5.56 في نقطة 8، لكن في نقطة 11 ما عنديش رشاش. نجيب الرسمة تانية عشان الناس تفتكر اهو. تمام، طيب الاليفيجن بتاعي في نقطة 8 51، اما في نقطة 11 فهو 50 فقط، ده الكروس مين بقى خلاص. طب الفيتنج بتاعتك ايه؟ برضو نفس الكلام، اي وتي، عندي البو و تي كونكشن. ممكن دلوقتي اقول له مثلا من 10 ل 11، طبعا الاتنين ما فيهمش رشاش. مقاس الماسورة كان كام؟ من 10 ل 11 2.5 بوصة، طول الماسورة كام؟ احنا كنا مثبتين تقريبا كله 4 متر. تمام، هنقول برضو 4 متر. طبعا الكي فاكتور عندنا ما فيش، وبرضه ما عنديش البوهات ولا تيهات ولا كونكشنز ولا اي حاجه زي كده. الاليفيجن بتاعك 50 متر. تمام، بعد كده اخش على اخر رشاش عندي اللي هو نقطه 9، هقول له من 9 ل 44، هقول له من 9 لنقطه 44، مقاس الماسورة 1 بوصة، والمسافة 4 متر ما بين النقطتين، كي فاكتور 0.56، وفي نقطة 44 ما عنديش رشاش لأن هو مش هيبقى شغال، فهسيبها زي ما هي. تمام، السبرينكلر إليفيجن 51، برضو نفس الكلام، الإليفيجن برضو بتاعي 51، وهكذا. وبعدين من نقطة 44 ل 33 مقاس الماسورة بتاعتي 1 بوصة، المسافة 4 متر، الكي فاكتور ما عنديش لا في 44 ولا في 33، الاليفيجن بتاعي 51، وبرضو نفس الكلام في 33، وهكذا. وبعدين نكمل النقطة اللي بعدها، تلمين 33 ل 22. ها يا شباب، حد تاه مني؟ حد تاه مني يا شباب؟ سهل اوي، حد يتوه معايا هنا.
انا هنا اهو، لو جبت الرسمة تاني اهو انا هنا من 33 ل 22، وبعد كده هوصل 22 ب 12، وبعد كده اوصل 11 ب 12، وابتدي اوصل اكمل المسار بتاعي اللي رايح على فين، على البامب. حد عنده مشكلة في الكلام ده يا جماعة؟ الدنيا تمام، الناس كلها مركزة معايا. يا شباب صحصحوا معايا، انا عارف الوقت اتأخر خلاص، احنا يعني 10 دقايق وهننهي المحاضرة ان شاء الله. الناس مستمتعة ولا نايمة ولا ايه؟ الفيجن يعني الفيجن دي انت فرحان يعني؟ تمام. طيب مقاس الماسورة من 33 ل 22، 1 وربع، تمام. ما هو 51. المسافة بين 33 و 22 برضه 4 متر. شباب مفيش حد بيرد غير المهندس محمد، ليه؟ فين الناس يا جماعة؟ كله موجود؟ الناس صاحية ولا نايمة ولا ايه؟ طب مبسوطين ولا زعلانين ولا الدنيا واضحة ولا في مشاكل ولا ايه؟ طيب برضو ما عنديش كي فاكتور، والاليفيجن بتاعي 51. صحصحوا يا شباب وردوا، صحصحوا ركزوا معايا. 51 برضو، تمام الحمد لله. اسهل ولا اصعب من الحسابات المانيوال؟ طيب كويس، تمام، هو ده المطلوب. تشوف الصعب تخش على السهل، تلاقي نفسك ايه، الدنيا بقت واضحة وجميلة وفاهمها 100%، تعرف تلعب بالسهل براحتك ان شاء الله. بعد كده عندنا من نقطة 22 لنقطة كام، 12، مقاس الماسورة بتاعتنا 1.5 بوصة، والمسافة 4 متر برضو، ما عنديش كي فاكتور. الاليفيجن بتاعي 51 برضو، لا نقطة 12 كام، 50 بقى، لان هي على الكروس مين، وهكذا. برضو عندي البو وتي كونكشن، تمام. طيب دلوقتي انا وصلت نقطة، لو رجعنا كده واحدة واحدة لورا، انا وصلت 8 بـ10، 8 بـ11 خلاص، ووصلت 4 بـ10، وبعد كده وصلت 10 بـ11، يبقى ناقص ان اوصل 11 بـ12. يبقى هقول له من نقطة 11 لنقطة 12 انا عندي ماسورة، الماسورة دي يا باشا 3 بوصة، والمسافة بتاعتها 4 متر برضو، والكي فاكتور بتاعها 0 لان ما عنديش رشاش. الاليفيجن بتاعي خلاص 51 بقى، شكرا، آسف، 50. عفوا دي واحدة، تمام يا شباب. عفوا، كده وصلنا من نقطة 11 ل 12. طيب من 11 ل 12 ما كانش عندنا أي إلبوز أو فيتنج، خلاص. بعد كده نخش على نقطة من 12 ل 13. من نقطة 12 ل 13 المقاس عندي كان كام بوصة؟ من 12 ل 13 المقاس 3 بوصة، والطول 30 فيت، يبقى المقاس قطره 3 بوصة والطول بتاعنا 30 فيت. نحولها بقى تاني لفيت كده ونشوف اللي هيحصل ايه.
كونفيرت تمام مظبوط، ونروح كاتبين له 30 فيت. الكي فاكتور ما عنديش رشاش يبقى اصفار. الالفيجن بتاعي 50 و50. جميل يا شباب. عندك فيتنج؟ لا ما عنديش فيتنج. الكوع عندي 22، عندي 12. الكوع البو تي، الالبو في البرانش، وبعدين بتنزل تخش على الكروس مين اللي هي نقطه 12 تحديدا بالايه، بالتي كونكشن. تمام. بعد كده من نقطه 13 ل 14 نجيب الرسمه برضو. من 13 ل 14 عندي طول الماسوره 90 فيت وقطرها 4 بوصه، يبقى القطر بتاعي بقى 4 بوصه والطول 90 فيت والإليفيجن بتاعي برضو 50 فيت. وبعدين من 14 ل 15 خلاص بقى وصلنا للبامب اهو. من 14 ل 15 عندي حوالي 120 فيت. ما بين نقطة 14 و 15. طيب ثانية واحدة هقول لك. حاضر. عندي حوالي 120 فيت زي ما قلنا، ومقاس الماسورة بتاعتنا 6 بوصة. كي فاكتور مفيش. الإليفيجن بتاعنا بقى كام بقى؟ هو 50 عند ال 14، ولكن هينزل يبقى بصفر عند الايه؟ عند نقطة 15. دي نقطة البامب بقى، خلاص نزلت الأوطى نقطة. تمام. طيب تعالوا نشوف الفيتنج اللي معانا ايه. عندك ايه فيتنج هنا؟ عندي انا فاكر تقريبا كان 2 اي كونكشن، 2 البو، وكان عندنا برضو 1 تي كونكشن. شوف بس رمز الجيت فالف جي والتشيك فالف سي، وعندنا 2 جيت فالف و2 سي اللي هو تشيك فالف. تمام كده احنا دخلنا كل البيانات بتاعتنا. تمام. طيب النقطه 13 ل 14 ايه اللي مش واضح؟ اسف، من 12 ل 13 ايه اللي مش واضح يا باشمهندس محمد؟ الارتفاع انت ما انت عايزه كام؟ طيب اللينس بالفيت 90 فيت، ده الطول، طول الماسورة ما بين نقطة 13 و14. تمام. ده مش ارتفاع، ده طول الماسورة ما بين نقطة 14 و13، اسف 12 و13 اللي هو طول الماسوره يعني. تمام. طيب كده انت دخلت البيانات بتاعتك كلها. تمام. طيب في حاجه بقى مهمه جدا ناقصه. طيب تعالى بقى يا باشا، انت بتقول لي الفيتنج عند 12. بص يا جميل، انت قصدك في 22 ل 12. بص يا باشا، دي كلها على بعضها ماسوره واحده، تحط الفيتنج هنا تحطها هنا مفيش مشكله. دي اول حاجه. تاني حاجه، بص هنا طالما هي ماسوره واحده يعني بنفس القطر، فدي طبعا لازم تكون واخد بالك منها. تاني حاجه بص هنا ركز معايا، الخطين دول او السطرين دول بيعبروا عن ايه؟ السطر الاولاني فيه ايه اللي هو ده، والسطر التاني فيه ايه اللي هو ده. تمام. فالستاندرد فيتنج هنا تحط له 2 تي 2 ال بو 2 مش عارف ايه. تمام. فده للماسورتين. تمام. وبعدين هنا النون ستاندرد ال بو يعني فيتنج، يعني لو انت عندك اي فيتنج انت عارف القيمه بتاعتها او الايكويفالنت لينس بتاعها بس مش موجوده في كستاندرد فيتنج، انت قستها مثلا او حسبتها او اي حاجه زي كده او جايبها من كتالوج،
فبتحط الرقم بتاعها هنا دايركت على طول. مثلا انت عندك جيت فولف، الجيت فولف دوت البريشر لوس بتاعته او الايكويفالنت لينس بتاعه 50 فيت، غير اي جيت فولف موجود ستاندرد عندنا مثلا ان الايكويفالنت لينس بتاعه مثلا 5 فيت. فاذا هتروح انت جاي كاتب هنا، بدل ما تروح كاتب هنا الجيت فولف او تقول له جي، هتقول له هنا 50 فيت او القيمه اللي انت جايبها من الكتالوج دي مثلا يعني. تمام؟ فإذا الخانتين دول تبع نفس الماسورة كلها على بعضها، فمش معنى ان كتبت حاجة هنا ان هي تخص الماسورة دي بس تحديدا. تمام؟ خصوصا في الستاندرد فيتنج والكلام ده. طيب دلوقتي احنا خلاص دخلنا البيانات بتاعتنا، المفروض ان انت تحدد دلوقتي نقطة ادخال المياه. نقطة ادخال المياه اللي هي نقطة عندي رقم 15 اللي هي البامب، هقول له هقف عليها كده وبعدين اقول له ايه مارك انفلو نود، هتلاقيه عمل عندك السهم دوت وخلاص كده عارف ان دي نقطة اللي عندها البامب بتاعتك. تمام يا شباب؟ الخطوة اللي جاية، الخطوة اللي جاية انك دلوقتي تخش على التابة، هنفوت التابة دي ونخش على التابة الاخرانية الرابعة اللي اسمها الكالكوليشن. في الخانه بتاعه الكالكوليشن او الويندو، اول ما دوست على التابه بتاعه الكالكوليشن هيظهر لك الايه الويندو اللي قدامنا دي. اول تابه في الويندو الجديده اللي اسمها كالكوليشن دي في نقطتين، حاجه اسمها الديموند وحاجه اسمها السبلاي. تمام؟ الديموند هو انت بتحط فيه القيم الاتيه، او الديموند عموما هو معناه ان انت عندك مضخات جديدة هتجيبها للسيستم ده. تمام؟ لكن لو انت اخترت نقطة سبلاي، هنتكلم عنها برضو ان شاء الله في الاضافات في الاخر، ده معناه ان انت عندك ترومبة موجودة في السايت، هتشوف هي بتوفر لك ضغط قد ايه. تمام؟ وبعدين تحط الضغط ده هنا، وبعدين هو يبتدي يحسب لك ويقول لك هل البامب دي هتقدر تأدكويت او تقدر ان هي تحقق لك المطلوب منها ولا لا. تمام؟ طيب العادي بتاعنا بنشتغل على ايه؟ بتشتغل سيستم جديد، يبقى هتعمل ديموند. المينيمم ديزايرد دينستي هي 0.1 زي ما كتبناها في الجنرال داتا. طيب المينيمم ريزيدوال بريشر ات اتش دي اتش ام دي اللي هو هيدروليكالي موست ريموت موست ديموند سبرينكلر او موست ريموت اللي هو ابعد رشاش، كام بي اس اي؟ طبعا احنا عارفين الرقم ده في الهيدروليك كالكوليشن 7 بي اس اي او نص بار. هنا في الاوبشن بتقول له يوز اوتوماتيكلي بيكنج كالكوليشن. تمام؟ يعني هتشتغل على 7 بي اس اي ولا تشتغل على الرقم اللي بيطلع من الكالكوليشن؟ لا، هشتغل على الرقم اللي بيطلع من الكالكوليشن. خلاص. بعد كده في نقطه او حاجتين اسمها الاسكليشن دامبنج فاكتور والامبالانس. الامبالانس النقط ديت هي خاصه بطريقه الحسابات بتاعه برنامج الاليت، وبتسرع او بتبطئ من الحسابات، وكمان بتزود من دقة الحسابات او تقللها. تمام؟ وليكن هنحطهم بواحد من عشرة، وبرضه هنبقى هنا بالتفصيل. والانيشيال دامبنج فاكتور واحد مثلا، والمينيمم دامبنج فاكتور بوينت واحد او واحد. خلاص. التابة اللي بعد كده اسمها بايب سايزنج كونسترينتس، القيود بتاعتك لتحديد اقطار المواسير. لو انت عايز الاليت يبتدي ان هو يحسب اقطار المواسير، هنا بيقول لك بايب سايز كونسترينتس الماكسيمم الاوبل ووتر فيلوسيتي، اقصى سرعه يوصل لها توصل لها الميه في المواسير. يعني ايه الكلام دوت؟ يعني دلوقتي انت لما بتمشي كميه تدفق معينه في ماسوره نتيجة للشغل اللي احنا عاملينه، الميتين جي بي ام اللي ماشيين في ماسورة 3 بوصة و 4 بوصة، ممكن فرضا ان الميتين جي بي ام دول يولدوا سرعة عالية جدا في الماسورة دي، فده يسبب مشكلة. تمام؟ طبعا في عادة في انظمة المياه السرعة ما بتزيدش عن 3 متر ثانية او 10 فيت، ولكن في نظام مكافحة الحريق يسمح الـ NFPA لوصول السرعة لـ 25 فيت. تمام؟ وبعد كده
ممكن ان انت او تضطر انك تكبر الماسوره، ممكن تشتغل كمان على 20 فيت. طبعا هذا الكلام علشان صورة الاهم عندي ايه، الاهم عندي في القصه دي كلها ان البريشر لو ان البامب هيد ما يزيدش قوي، بس هو ده المهم اللي عندي، هو ده المهم اللي عندي. البامب هيد لما يزيد يحسب معاك فلوس على طول، يعني البامب هيد لما بيزيد بيضاعف من قدره البامب الهورس باور اللي انت بتستخدمه، وبيضاعف من ثمن البامب على طول. الجي بي ام لما بيزيد فانت عندك سماحيه، يعني انا ما بزيدش 1000 2000 جي بي ام 3000 جي بي ام، لا انت بتزيد واحده واحده 1250 1500، فالدنيا ما بتزيدش يعني بشكل مبالغ فيه او ما بتاثرش تاثير كبير. البامب ال 2000 جي بي ام بتغرقك، ال 2500 خلاص زي الفل، انت عامل اطفاء ل 3 4 مباني مثلا يعني، طبعا ده على حسب الفاتوره. طيب يبقى العامل الرئيسي عندي هو البار، هو الضغط اللي موجود عندك، عندك كام فيت، عندك كام بريشر لوس. فالهيد او البريشر لوس اللي هتنجم عن السرعه العاليه هي دي اللي ممكن تسبب لك مشكله، تمام؟ فانت ممكن تحط الفاكتور ده ب 20 وتشوف البريشر لوس او الهيد بتاع البامب بتاعك لو زاد قوي فتضطر ان انت عايز تكبر المواسير، تمام؟ فبدل ما ترجع للمواسير وتبتدي تكبرها فبتقول له لا اشتغل على اقصى سرعه عندك جوه المواسير مثلا 20 فيت او 10 فيت او ايا كان الرقم اللي انت عايزه، فيبتدي هو يكبر القطر تلقائيا اول ما توصل المفاقيد لهذا الرقم، تمام؟ برضو هنا الماكسيمم الاوبل فريكشن لوس بير 100 فيت اوف فايب، يعني اليونيفورم بريشر لوس بتاعك بكام، فاكرين اللي هو كان 0.04 لكل 100 فيت، تمام؟ برضو لو انت عايز تحط ماكسيمم للرقم دوت بتحطه. طبعا ال NFVA لغى الارقام ديت كلها لان هو السيستم بتاعنا سيستم حريق، مش مهم عندي ابدا السرعه ولا الايروجن ولا تاكل المواسير اللي بيزيد ولا الاحتكاك نتيجه احتكاك المايه مع المواسير ولا كل الكلام دوت ولا عمر المواسير، لان المايه ما بتشتغلش او النظام ما بيشتغلش غير في وقت قليل جدا ووقت ايه الحرائق لا قدر الله. فطبعا العوامل الرئيسيه اللي بتهمني في النقطتين دول هم فقط الايه، ان البامب حجمها ما يزيدش وما يتضاعفش، فاقدر اقلل التكلفه، ودي تبقى نقطه مهمه جدا، تمام؟ هنا لو انت عايزه يظهر لك وورنينج على النقط اللي حصلت فيها المشكله. برضو الجزئيه الاخرانيه ديت في التابه دي بتتكلم عن لو انت عايز تعمل جروبس، وهنتكلم بعدين ان شاء الله ونقول ايه موضوع الجروب ده. خلاص خلي موضوع الجروب ده على جنب. خلاص كده احنا نخش على التابه الاخرانيه بتاعه الكالكوليشن، نقدر ندوس دلوقتي كالكوليت. هتلاقي ال NFVA حسب لك كل اللي احنا قلناه ده تري، كل اللي انا شرحته لغايه دلوقتي تري. ان شاء الله كده يعني في المحاضرتين اللي فاضلين او الثلاثه هتلاقيني كل مره كده خدنا ايه يعني ايه، ناخد حته فاكهه كده نخش على حته اليت عشان الناس نفتح نفس الناس، وبعد كده نروح داخلين بقى في الايه في الشغل بتاعنا، تمام يا شباب؟ وبعدين انا شرحت التري والجريد واللوب، انا شرحت التري والجريد واللوب. تمام انا قلت الكباين ان شاء الله نتكلم عنها المحاضره الجايه، مش عايز افتح بقي ناحيه الكباين خالص ولا كانها موجوده، تمام؟ تعالوا نشوف الريبورت اللي بيطلع عندي شكله ايه، او الكالكوليشن داتا. نمبر اوف يونيك بايب كام سيكشن 17، ده عدد المواسير انت دخلتها. نمبر اوف فلوينج سبرينكلرز 9 رشات اللي شغالين. ماكسيمم فلو فيلوسيتي 13.5 فيت بير سكند، دي في النقطة ما بين 6 و 7 عشان لو انت عايز تعدلها او تزود القطر بتاعها او كده. السبرينكلر فلو كمية الجي بي ام اللي محتاجها الرشاشات، طبعا هنا الحسابات بتبقى ادق من حساباتنا شوية، هي 191.847 جي بي ام، يعني 192 جي بي ام تقريبا. خلاص نون سبرينكلر فلو، لو احنا كنا دخلنا اي داتا عن الموضوع دوت بيقول لك السبرينكلر او الهيدروليك ليموست ديموند سبرينكلر نود نمبر اللي هو ابعد رشاش رقمه كام، 1.
الجي بي ام بتاعه كام، او الاسف البي اس اي بتاعه كام، زي ما قلنا 9.97 اللي هي 10 بي اس اي زي ما احنا طلعناها بالظبط. الاكتوال فلو ريت 17.5 جي بي ام، تمام. الديموند ريزيدوال بريشر ات سيستم ان فلو نود، الضغط المتبقي او ريزيدوال بريشر اللي انت محتاجه عند السيستم ان فلو نود 51 بي اس اي، تمام. لو رجعنا كده لحساباتنا نبص الرقم ده نشوف كان عندنا كام، كان 60 بي اس اي تقريبا، يعني قلل عن حساباتنا 10 بي اس اي. طبعا ده بيفيد جدا الدقة بتاعت الهاد ان هي تكون افضل منك خلاص. ولكن في النهاية احنا طبعا الجي بي ام بتاعك اهو 191.8، فطبعا احنا حساباتنا بتبقى وزن رينج، ولكن زي ما احنا شايفين طبعا الاليت بيبقى ادق مننا. طيب دلوقتي هنسيب الشغل بتاعنا خلاص، وان شاء الله باذن الله نبتدي ننهي المحاضرة بتاعتنا على كده، ونكمل ان شاء الله باذن الله المحاضرة الجاية يوم ان شاء الله الاربع. نبتدي نفتح كده شيت اللي نجرب، يعني اول المحاضرة الجاية ان شاء الله نبتدي ندهن، نعمل مشروع تاني على طول في السريع على الاليت عشان نبتدي نثبت المعلومة، ونقول برضو حاجة اضافية، ونروح داخلين على الشيت الاكسل نشوف شكله ايه، ونعمل بيه نفس المشروع الاولاني اللي احنا عملناه ده، وبعدين نبتدي نخش على طول على الشباتر بقى اللي فاضلة اللي نقزقز فيها كده واحنا ماشيين، بتاع الصناديق، بتاع الطفايات، بتاع نظام الاطفاء بالغاز، هنقزقزهم كده واحنا ماشيين كل محاضرة، ناخد مثال اليت وبعدين نروح داخلين على بقية الحاجات نقزقزها بإذن الله. هل في حد عنده مشكلة يا جماعة في المحاضرة؟ الدنيا تمام؟ حد عنده مشكلة، حاجة مش واضحة؟ والله انا نفسي اعمل كده عشان انجز واخلص الدنيا بسرعة، ولكن المشكلة ان بس مندوب تدريبي او مندوب الاكاديمية مش عارف، مش قادر ان انا انسق محاضرة تانية اضافية، ولكن ان شاء الله هحاول، ولو امكن هنزل ان شاء الله الميعاد على الجروب باذن الله. تمام يا شباب، هل الامور كلها بخير؟ كل الناس الدنيا واضحة بالنسبة لها؟ مفيش مشاكل؟ حاضر، تمام، بشكركم لحسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.